افتتحت محافظة الدقهلية معارض أهل رمضان التي وصل عددها إلى 21 معرض على مستوى المحافظة. تصل التخفيضات بتلك المعارض إلى 30% على مختلف السلع مثل الأرز والسكر والزيوت والدواجن ويميش رمضان. تتنوع منافذ البيع والمعارض ما بين ثابت ومتحرك خلال الشهر الكريم للتخفيف عن كاهل المواطن المصري بكافة أنحاء الجمهورية. الاسعار هنا الحمد لله في متناول الجميع، مخفضه زي يعني عشان اوضح لحضراتكم، تم اقامه المعرض بدون تكلفه على العارضين. العارض هنا متواجد في المعرض بدون اي رسوم او اي ايجار شهري او اي مبالغ ماليه عموما، نظير ان هو يخفض الاسعار للساده المواطنين عشان نقدر نتيح السلع ان هي تكون متوفره للناس باسعار مخفضه. في خصم هنا 25% على الاسعار بره، السكر متوفر، الزيت متوفر، جميع المنتجات متوفره هنا في المعرض، كله باسعار متخفضه. انا بنصح الناس كلها ان هي تيجي المعرض، ان هي تتعامل هنا كل الاسعار موجوده، كل حاجه باسعار مخفضه 25% عن بره المعرض. عندي 56 معرض في المحافظه، اربعه رئيسيين في مدينه المنصوره. اجمالي التخفيضات في المعرض عندي بتبدا من 15 حتى 35% على جميع السلع الاستراتيجيه اللي اوصى بها مع دوله رئيس مجلس الوزراء. عندي على سبيل المثال مثلا الزيت ال 700 كان ب 55 و 60 جنيه، اليوم ببيعه ب 40 و 41 جنيه في المعرض. الاسعار هنا ما شاء الله بقت حلوه، وكل يوم هنا فعلا بينزلوا 2 طن سكر على 27 جنيه، والاسعار الزيت نزلوها، وهنا الدقيق عندنا بنجي من القاهره ب 25 جنيه، بتخفيضات حوالي توصل ل 25%.